صحبي أنا وصديق عمر بيخوني ليه بيخوني ليه دنع الحلوة قبل المرة كنت بماشي كنت بماشي عالمرة قبل الحلوة للحلوة كنت بماشي كنت بماشي خد مني حبيبي وحطم لي قلبي يا ابوي الله يجزيه الله يجزيه يا عين وصديق عمر بيخوني ليه بيخوني ليه تنعى المرة قبل الحلوة كنت بماشي كنت بماشي خد مني حبيبي وحطم لي قلبي الله يجزيه الله يجزيه يا عين وخطبها النفس عيد دمي حابس وخطبها النفس عيد دمي حابس قل لي حعمل ايه الله يجزيه يا عالم يا حبيبتي
بيحبك ليه هيختبر نفسه؟ حتى لو خطبها مش هتوعبكم. لو بيحبك لو بتحبك هو خطبها نفسه هتوعبكم ليه؟ خلاص هي بتحبك انت. انا مش بقول لك طعن في جفايا، انت مش تفهم الكلام من اول ولا انت بتفهم حته واحده؟ بقول لك عارف اللي قدامي وورايا، ما احنا اصحاب. قام راح طعني في قفايا عند الاحباب، قال لهم ده صايع ده صايع ده بتاع رده بتاع كذا ده بتاع كذا. حتوافق عليه ما توافقش ليه يا حبيبي؟ معلش انتوا اصحاب تمام، بس هي بتحبك تمام، هو طعنك ما مش طعنك. اذا كان هي بتحبك هو لو خطبها وراح لابوها لا يا عمي مش موافق عليها خلاص. مالك انت يا عم ربي؟ بحسب في نوتي كان قدوم عشارة تلات تلاتة في عشرة، ما طلعش عشارة تلات زرعت تلت التلاتيني، عشارة تلات حسبت ري التلاتيني عشر لترات. خليك على قيد عارف القدامي وورايا، ما احنا اصحاب ما احنا اصحاب. قام راح طعني في قفايا عند الاحباب عند الاحباب، وخطبها النفس عيد دم حبسه، وخطبها النفس عيد دم حبسه. انا هعمل ايه؟ الله يجزيه عرسنا.